تشبه الرجال بالنساء وتشبه الرجال بالنساء بالرجال. احيانا تاتي عليك موظفه او تطلع لا تدري ان هذه يعني رجل او امراه. المراه المسترجله لعن الله المترجلات من النساء المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن لا ولعن طرد من رحمه الله زي ابليس. ناس درجه ابليس من لعن اول ملعون من ابليس. وقياسا عليه كل من لعنه الرسول والله من قبل لعنه والعياذ بالله طرد برحمة. لا توبة ولا أصلا أنت لما تكلم ولا تلاقيه مخنث. طب ده هيصلح إزاي للمسؤولية؟ طب إيه علاقة الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بالتشبه بالرجال أو بالنساء من كلا الصنفين؟ أنه يغير خلق الله. أما ليه؟ هذا هو المراد بتغيير خلق الله. تغيير خلق الله لأن وضع الشيء في غير موضعه وهذا من الظلم. يعني قال الشيطان يعني فلا يبتكن كذا ولا يغيرن ولا أمرنهم فليغيرن خلق ولا يغيرن خلق الله. ده تغيير خلق الله. ليه لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة؟ ها حتى في 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 في, في النصوص هنا تخيف. المرأة جاءت بابنتها وقد أصابتها الحصباء مرض جلد تساقط شعرها. نعم. قال ابنتي عروس يا رسول الله أفأصل شعرها؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. المصيبة فان الواصله اللي هي الباروكه مثلا بالضبط كده والمستوصله اللي هي المفعول اللي بتعملها نفسها يعني الواصله اللي هي الكوافيره او الحلاقه الواصله التي تذهب اليه والواصله المستوصله اللي هي رايحه لها. وقال لعن الله النامصه والمتنمصه الاول اللي بتشيل حواجبها وترسمها وترسمها كما تريد. ملعونه والعياذ بالله. وفي بعض النساء والعياذ بعض الرجال يشكون لي ان زوجته بتشيل حواجبها كلها وتصبغها بشيء. طب والعياذ بالله. طب لو والعياذ بالله لو زارت هذه الصبغه ما انت امام ايه الناس. النامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه اللي هو اللي بيرسموا على ايديهم الوشم الحنه مثلا. لا الحنه ليس فيها شيء. الحنه الوشم الازرق هذا الاخضر الوشم يدق بالابر هكذا الله يرضى عليك. وفي الوشم الان الاخوات بيوضحوا لنا بيسموه التاتو. ما اعرفش يعني ايه التاتو ده. ده مصطلح بين عند الجيل الجديد. هو عشان بس نخرج من الوشمه والمستوشمه التاتو يعني هو عشان يعني بس نفس النقطه هو الوشمه والمستوشمه بس والفالجه التي تفلج اسنانها كذا لكي يعني تفلج توسع بين ثنايا اسنان عشان تنطق باللثغه والاغ يعني كده يعني تنطق حروفا غير الحروف. والواصله اللي هي وصل الشعر سبحان الله. تخيل كل هذا من هناك. لا اله الا الله. طب من يعني الواصله ملعونه. طب من تقص شعرها لتتشبه بالرجل ملعونه. نفس القضيه. هي اذا اطالت واذا قصرت في قصه بالفرنسيه معناها الولد جارسو. لا جارسو الولد يعني سبحان الله. وبعدين المصيبه الحلاقين طلعوا لهم وصفات يقول لك ايه ده عامله شعرها كنيش. كنيش ده نوع من انواع الكلاب زي الكلب. كلب كلب سبحان الله. لا اله الا الله. هي ما خرجت من الاسطبل يقول لك دي للحصان. اسمها دي للحصان يعني الله رقانا ولكن يعني نحن ارتكسنا الى الارض دين الحصان ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هذا التشبه من النساء بالرجال ونفس المصيبه أو الرجل اللي هو ما فيهوش نخوه الرجوله. رجل يشتغل حلاق للنساء يشتغل خياط للنساء مصيبه. الله هذا داخل الامر في زمره هذا الحديث. لا 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 هو اصلا حرام شغلته مهنته كده حرام. ازاي يعني يلمس شعر امراه النجم ازاي يعني كيف؟ الله ده من النظر حرام. امال اللمس ايه؟ هذا اللي زعل العمل عباده. العمل عباده. اي عباده؟ عباده لمن؟ العمل عباده ده مبتدا انا اعتبره مبتدا وليس لله من الشيطان. ما بس الله يرضى عليك. اذا كان الله اللي بيعيبوا على الاخوات الملتزمات اللي بيزعلوا العائلات من ان المراه لا تصافح ابن عمها وابن خالها والولد الملتزم لا يرفض ان زي اخوها. زي اخوها ويسمى في الفقه اجنبي. الشريعه ما فيهاش زي اخوها؟ لا ما فيش زي اخوها. في اجنبي ابن عمها هذا يسمى اجنبي. متربيين مع بعض. اجنبي يجوز له ان يتزوجها سبحان الله. نعم. الرابط بين التشبه من كلا الجنسين بالاخر بقيام الساعه. خروج الفطره الانسانيه عن طبيعتها فخلاص الدنيا خربت. خربت الدنيا. صح. ليه قلب سيدنا جبريل قرية لوط على جناح ليه؟ لأن هو
خرجوا عن الفطرة الإنسانية دون النساء. خلاص خرجوا عن الفطرة الإنسانية. فالخروج عن الفطرة التي خلق فطر الله الناس عليها إذن بزوال الكون. يعني إذا قيل إنه يخرج بعمله ولكن يصلي ويحفظ القرآن وكذا وكذا وكذا. الدين يؤخذ ككل. إحنا